كل عام وانتم بخير لمعلمينا اجمعين ولكل الموظفين القائمين بهي الازمه. نحن كمعلمين مهمتنا ودورنا على طول بازمه وبغير ازمه نعود اطفالنا وطلابنا الحلوين لعادات اخلاقيه سليمه وتربيه اجتماعيه. والشكر لجيشنا اللي خلانا صامدين لهلا وخلانا نرجع لمدارسنا. سير العملية التعليمية بكل ضمير وأمانة وإنشاء جيل يعني متعلم. دورنا التعليمي نحن دائما بمتابعة الطلاب من خلال إعطاء الدروس بشكل منظم ومنسق ومن خلال متابعة الوظائف والأمور اليومية للطالب من حيث الدروس والحفظ والمسابرة على القيام بالوظائف والمشاريع اللي بيقوم المعلمين بتكليفهم فيها. وطبعا إلى جانب الشق الأخلاقي اللي دائما نحن منحفز عليه ومنحفزهم أنه يتمتعوا بالأخلاق العالية والكريمة. كل عام أنتم بخير لكل المعلمين بقول وللأمهات حتى كمان، بالإضافة أنه دور المعلم كتير كبير ومهم بالمجتمع. دوره إرشادي أول شيء وتوجيه الطلاب للطريق الصح ولحتى يبنوا مستقبلهم بشكل جيد، بالإضافة للتعليم ورفع مستواهم العلمي.